يلا يا ماما سلام دلوقتي. يعني يمكن هو اللقاء زي ما فاعلين والبعض قالهالي صراحة، يمكن اللقاء غريب شوية، اليوم غريب شوية. إن أنا عاوزة أقول اعتدنا في المعهد في عز وقت الكرفي في الفترة اللي فاتت في 25 يناير، وأثناء الفترة تقريبا 12 يوم أو زادت شوية، اعتدنا التواجد في المعهد. فهي بالنسبة للمعهد مش غريبة شوية. إنما لو بنظرة أكثر عمقا للأحداث، أقول إن إحنا بنمر كلنا بحالة تحرير. النهارده اليوم والموضوع نفسه مرتبط بحالة تحرير، وهو ليس بحالة تحرير من تقنيات مملوكة إلى تقنيات مفتوحة. أنا مش عاوز أروح من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، إنما هو الحقيقة حالة تحرير لتعددية، تواجد في السوق المملوك والمفتوح لمصر، وفي الآخر هو لصالح المستفيد. فخلينا نقول إنه لو إحنا مش في ميدان التحرير، فاحنا في ميدان تحرير هنا لحاجة يمكن غابت شوية أو تأخرت شوية، وأكون يمكن أكثر صراحة وأقول كانت بعض من أسباب الغياب ده كانت أسباب سياسية، إنما الحاجة دي لم تصبح موجودة دلوقتي، وأصبحت العوائق أكثر على عاتق حضراتكم من ناحية الشركات والقطاع الخاص. على عاتق حضراتكم في إيه؟ متخذي القرار البعض منهم بقى أكثر ترحيبا وأكثر استعدادا للتوفير وتقديم ما هو أفضل. وعلشان نحوله من مرحلة الاستعداد إلى الجرأة في اتخاذ القرار، فمفروض إن احنا نطرح له نموذج عمل متكامل من الحلول المتكاملة تطبيقا وصيانة. يعني ويمكن هو ده المتوقع النهارده من مجموعه من التوصيات اللي تطلع من حضراتكم من متخذ القرار. في ايه؟ لو احنا هنقدم بديل، فالبديل مطلوب فيه دراسه ممنهجه لما له وما عليه، وما له معروف وما عليه معروف. فاضل النموذج المقترح، ويمكن مش جديد، انما سبقنا ليه دول اكثر تقدما واقل احتياجا مننا، فالراشنال موجود للتوجه. انما فاضل ان احنا نعد النموذج العمل المتكامل من حيث الدراسه ومن حيث الاحتياجات حيث ما بعد التطبيق. وهو دايما العائق والتحدي الحقيقي في كل البرمجيات المرتبطه بالبرمجيات مفتوحه المصدر. مره ثانيه باكد ان المعهد كجزء من وزاره الاتصالات، يمكن السنه دي احنا او مش السنه دي بس عاده بناخد دايما برو اكتف اكشن اكثر منه ري اكتف اكشن. السنه دي توجهنا مع بعض من الشركات لجهتين حكوميتين لتقديم النموذج اللي بطرحه على حضراتكم. محتاجين نعمل نموذج متكامل ونعمل كومباريتيف ستادي وكومباريتيف اناليسيس في الاخر، ونقول لحضرتك الار او اي من هنا ايه والار او اي من هنا ايه، على الشورت تيرم وعلى اللونج تيرم في المنصوره. وده بالتعاون ما بين افراد المعهد المنتورز والتيتشنج اسيستنتس في المعهد وحضراتكم. في عوائق او في عوائق، انما بقت عوائق تنفيذيه وليس سياسيه، وهي اعتقد اقل صعوبه. يعني بقول ان احنا بنامل في الخروج من اليوم النهارده مجموعه من التوصيات بتخص السياسات والاجراءات مطلوبه من الجهات الحكوميه نقدمها لمتخذ القرار الموجود حاليا وما يتبعه بعد كده ان شاء الله. نماذج عمل متكامله بمقارنه منهجيه لكل من التطبيق والصيانه، مقارنه بمثيلاتها من التقنيات المملوكه، عدد الفرص المتاحه اللي هتبقى موجوده سواء كان للشركات المصريه الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الصغر وحيث التشغيل، خصوصا في ضوء الاحتياجات أو الفرص المتزايدة في ضوء التكنولوجيات الجديدة زي الحوسبة السحابية والموبايل أبلكيشن. في الآخر إن شاء الله طالب من حضراتكم، أتمنى لكم يوم مثمر خارج إطار النظريات